مساء الخير. مرحبا بكم في ناس نسمع تولك شو المغرب الكبير في المباشر من تونس. شنو اللي صاير في الخطوط التونسية؟ الموظفين فيها في اضراب ولابسين البوند الحمراء، وفي الوقت اللي الشركة اعلنت خسائر قياسية، الامور زادت توترت بين وزارة الاشراف والنقابات بعد اخبار تتحدث على منح الخطوط القطرية امتيازات جديدة في المطارات التونسية. على الوضع حاليا في تونس اير نحكيه شوي اخر مع كريم اللومي من نقابة الطيارين في الخطوط التونسية. أما قبل نحكيه على الحدث السياسي متاع الويكاند، اجتماع المجلس الوطني الثاني للمؤتمر من أجل الجمهورية، السي بي آر يضرب على الطاولة يطالب تحويرات في عمل الحكومة والبعض من أعضائها. نتائج المجلس الوطني الثاني المنعقد في قفصة للسي بي آر نتعرضوا لها اليوم مع طارق الكحلاوي عضو المكتب السياسي للمؤتمر من أجل الجمهورية. سي الكحلاوي مساء الخير. يرافقوني في البرنامج بطبيعة الحال زينب سابر وكنزة بوشناق. مساء الخير. قبل ما نحكيو معك سي طارق الكحلاوي على السي بي ار، نحكيو على رئيسه الشرفي رئيس الجمهورية في حوار مع جريدة ليبرتي الجزائرية. قال كما باش نشوفوا الصورة الأولى ليبرتي، قال السلفية يشكلوا خطر على صورة تونس. شنو رأيك في كلام المنصف المرزوقي؟ هو كلام الرئيس يعني نجم نقول خاطر قريب نوعا ما من الرئيس، انا في المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيه اللي تابع رئيس الجمهوريه، ونحن ديجا عندنا وحده بحث خاصه على السلفيه وبالتحديد السلفيه الجهاديه، ونعرف مليح اللي الرئيس ممكن العناوين هذه اختزاليه نوعا ما لسلفيس بشكل عام، لكن نحن نفرقوا اللي فما عده اطراف فكريه ممكن تتسب للفكر السلفي، لكن بعضها فما مشكل وهو يعرف طبعا التفاصيل نتاعو. قلت كيف ما قلت نحن عندنا وحده بحث ميدانيه وعندنا فكره بشكل دقيق خلينا نقول على الموضوع هذايا، والكلام صحيح في جزء منه، ونتصور حتى في جزء منه اللي هو خاص اللي قلت لسلفيست المقصود به هنا لسلفيست جهاديست اطراف محدده اللي هي فعلا مشكله على مستوى ميداني وقاعده تخلق في مشكل للصوره نتاع تونس، لكن مش للصوره نتاع تونس فقط، والسيد الرئيس يعرف الشيء هذايا، حتى على مستوى الجانب الامني الداخل واللي شفناه في 14 سبتمبر دليل على هذاك. طبعا نوافق الكلام هذايا، فما مشكل صحيح على مستوى الصورة، لكن يقعد ديما الخاطر السوز اونتوندو لهنا شنو هو؟ كيفاش نتصرفوا مع الظاهرة هذه؟ عندنا زوز حاجات، أما نرجعوا الأسلوب نتاع قبل كيف ما جات، نحطوا ناس كل فرد شكارة ونرميهم في الحبس كيف ما كان يعمل بن علي، لكن فما الطريقة الأخرى زادة اللي مش باهية، يعني نطفيوا الضوء وكانوا شيء ما فما، لازم نعملوا الاثنين، لازم نعملوا بالانس بين زوز توجهات، في نفس الوقت نطبقوا القانون على اللي اخترقوا القانون، لكن الناس اللي ما تخترقش القانون ومازالت على تمارس نوعا ما في رأيها وكذا ما نجموش نرميوها من حافة جبل وندفعوها في اتجاه عنيف، يلزم فما توازن بزوز أشياء. وهذا يهزني ربما للموضوع نتاع السي بي آر، لأنه نحن نقطة من النقاط اللي طرحينها منذ أشهر في علاقة بالترويكا، اللي راو نوعا ما فما تخبط أو ارتباك خلينا نقولوا في ممكن في التعامل الأمني، فما نوع من الارتباك، ونعتقد هذه نقطة، هذه مسألة التعامل الأمني ومسألة السياسات الاقتصادية، خلينا نكمل النقطة هذه برك، السياسات الاقتصادية العامة وما نسميوها نحن السياسات العامة للدولة يلزمها تتقرر وتتناقش داخل التنسيقية نتاع تركيا، خاطر التنسيقية نتاع تركيا ماهيش نادي نتاع أحزاب، هي عمليا القيادة السياسية للبلاد. واضح، ولكن مع هذا تنشوفوا من بعد السي بي آر عبر أمينه العام داعم بقوة علي العريض وزير الداخلية، وربما هو من الوزارات اللي يقول لا ما يلزمهاش تغيير، رغم أنك تقول أنه فما تخبط ربما في أو ارتباك في التعامل، نعم، مع الوضع الأمني. واضح، رجعنا معك طارق، لكن ماشيين السي بي آر إذا قلنا عقد المجلس الوطني الثاني نتاعو، فين عقده في قفصة. طارق الخضراوي يلخص لنا أهم ما جاء فيه ونرجع. بحضور 40 شخصية وطنية وأعضاء المكتب السياسي ووزراء حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، انعقد على امتداد النهارين اللي فاتوا المجلس الوطني الأول حزب السي بي آر في مدينة قفصة. نزيدوا لها الشخصيات، أحضر المجلس واللي يجي عقب تسريبات حول إمكانية مغادرة الحزب للائتلاف الترويكا، أعضاء الكتلة النيابية للحزب في المجلس الوطني التأسيسي والكتاب العامين والمساعدين ليهم. المجلس الوطني الأول حزب المؤتمر يجي زاد بعد مؤتمر الحزب باش يحسم الأمر في بعض النقاط العالقة كما تقييم الأداء الحزب وتقييم زاد الوزراء السي بي آر في ائتلاف الترويكا وانتخاب مكتب الطلبه
جديد من نوعه. وفي نفس السياق اتطرق المجلس الوطني لدراسة التقرير المالي والأدبي كما صادق ونهائيا على النظام الداخلي. وبين هذا وذاك يتواصل الجدل داخل حزب المؤتمر من أجل فرض توجهاته ومبادئه ويحافظ على تواجده كحزب شعبي وشرعي ويحظى بالشعبية لدى مختلف الأوساط الاجتماعية. طارق الكحلاوي، ثلاث نقاط أساسية باش نشوفوها توا تعرض لها المجلس الوطني الثاني للسي بي ار. النقطة الأولى تحديد الخط السياسي للحزب، النقطة الثانية تحديد موقف الحزب من التحالف الحاكم، والنقطة الثالثة تقييم أداء أعضاء الحكومة وخاصة أعضاء الحكومة التابعين للمؤتمر من أجل الجمهورية. شنو صار بالضبط في كل نقطة من النقاط هذه الثلاثة؟ شنو توصلت؟ هو أنا نعرف اللي طبعا جدول الأعمال مش بالضرورة يكون عندكم، لأن جدول الأعمال نوعا ما داخلي، هو فيه أكثر من النقاط هذه ربما تعرض لبعضها الآخر. نحن خليني نبدأ ساعة بمسألة التحالف الحكومي اللي هي كان عندها الثقل الأكبر. نحب نرجع وين وقفنا قبليك في علاقة بالوزراء. نعرف اللي إعلاميا فما رغبة في التركيز على مسألة التغيير الحكومي والتعديل الحكومي في أي بلاد. مسألة التعديل الحكومي والتحوير الحكومي ديما تلقاه عليه نوعا ما شرهية على المستوى الإعلامي، لكن نحن النقاشات اللي ناقشناها مسألة التحوير الإعلامي ربما نقطة من جملة من النقاط. المشكلة الرئيسية بالنسبة لي نحن هي التوجه العام للتحالف هذا خاصة على مستوى الأداء الحكومي. خلينا نرجع شوية قبل بشهر تعرفوا جيدا أن كنا نمشيو تقريبا في اتجاه تشبه الأزمة، مسألة 23 أكتوبر اللي فات ومسألة الشرعية وإلى آخره. الترويكا بادرت، افتكت المبادرة، عملت مبادرة 13 أكتوبر، حدد تاريخ للانتخابات، حدد مسألة الهيئة المستقلة للانتخابات اللي بدينا في عاملين القانونها الداخلي وباش نمشيو في انتخابها، الهيئة نتاع الإعلام اللي قاعدين نمشيو في اتجاه توا التعيين نتاعها. إذا عودنا تنجم تقول حيينا نوعا ما الترويكا، والترويكا افتكت المبادرة، لكن نحبوا نزيدوا نقدموا أكثر لقدام. المسألة اللي تهمنا أكثر هي الأداء العام للحكومة، الأداء العام للترويكا، ونقطة الحكومة هي جملة من النقاط هذه. علاش نبدا من النقطه اللي قلتها انت قبيلك، وزاره الداخليه، علاش بالرغم نحكي نقولوا ارتباك نقولوا ما يلزمش يتغير؟ علاش؟ هو تو سامبلومون نحن التقييم نتاعنا بالنسبه للوزراء قايم مش فقط على اساس انه اي شخص يعمل سلبيه او اي طرف او اي وزاره تعمل سلبيه اذا يلزمها تتغير، مش هكايا التقييم. التقييم يكون على بيلون عام. وزير الداخليه يظهر لي حتى في استطلاعات راي موجوده وكذا، وحتى على مستوى سياسي وزاره الداخليه من المهم تعرفوا من اصعب الوزارات اللي عندنا هي وزارة الداخلية، ومن أصعب الوزارات نظرا لتاريخ معين. إذا من الضروري الدعم السياسي لوزارة الداخلية في المرحلة هذه، لكن من دون التخلي على أنه نعمل ملاحظات وأنه السياسات العامة بما فيها السياسة الأمنية وأنه يصير طارق الكحلاوي أنه يصير تقييم. وين وصلتوا في حكاية التقييم هذايا للحكومة وخاصة لأعضائكم أنتم مثلا في السي بي ار في الحكومة؟ نحن التقييم نتاعنا الأعضاء نتاعنا قدموا تقاريرهم للمجلس الوطني، قدموا شنو عملوا، وصار طبعا نقاش وصارت ملاحظات من أعضاء المجلس الوطني للوزراء نتاعنا وأيضا الوزراء أخرى. انا مانيش باش نقول شنو هما الوزراء اللي نحن طارحينهم بشكل هكا تسلسلي او بسلم معين في مساله التحوير الحكومي. لا مانيش نقول خاطر هذه مثلا نخليوها للمفاوضات الداخليه بيننا وبين شركائنا. يعني في النهايه لكن التقييم نحبوه نعرفوا لوزاره الخارجيه منهم مثلا. والله انا مانيش باش نعلق على الموضوع هذا. الحاجه الوحيده اللي باش نقولها اللي نحن التركيز نتاعنا هو خاصه على المسائل اللي تهم الناس بشكل مباشر. ينجم يكون وزارات معينه، وزارات سياده، وزارات سياسيه عندها علاقه بالموضوع، لكن الحاجه اللي تهمنا مثلا الحاجات اللي تخص الحياه اليوميه للناس، اللي تحسها الناس بشكل مباشر. راو انه من الضروري انه نوجه رساله سياسيه في الاتجاه هذا اللي نحن فاهمين واعيين، اللي التوانسه حاسين بعض المشاكل. وبالمناسبه لهنا خلينا نقول حاجه، نحن توا البعض يقول السي بي ار ممكن يحب يسجل يعني نقاط على الزوز شركاء الاخرين، ويحب يقول التحوير الحكومي كان نتاعو. ممكن كان السؤال نتاعك جاي السؤال هذا، لكن باش نقول حاجه لهنا. كان نرجع شويه للتاريخ نتاع التصريحات نتاعنا الكل كثلاثه اطراف في الترويكا، وهذا نعرفوه ناقشنا فيه قبل، هو انه مش نحن الاولانيين اللي طرحنا مساله التحوير الحكومي. شريكنا النهضه ايضا التكتل طرحوا مساله التحوير الحكومي، ودخلنا الحقيقه توافق واجماع لانه يلزمنا نعملوا حاجه في النقطه هذه. المشكله هي وقتاش وكيفاش وانهي وزارات، وهذا هو اللي بيخليوه في النقاش الداخلي في الترويكا. ممتاز، خلينا نمشيو للانتقادات اللي توجهت ربما وجهتوها انتم وخاصه فيما يخص البرنامج الحكومي. كنز طلبتوا ايضا يعني ببرنامج حكومي يعني يكون واقعي، يعني حبيتوا تقولوا ان البرنامج اللي عملتوا به عام في عام هذا يعني ما كانش واقعي، يعني بعد عام اللي فطنتوا. لا كنقول بعد عام ياسر ما تظلمناش، الحكومه هذه بدات كان في جانفي اللي فات.
لكن الاهم من ذلك مش في جانب اللي فات انه الميزانيه نتاع 2012 اللي نحن تو فيها موقع المصادقه عليها اللي هي القانون التكميلي مش الميزانيه الاولانيه، موقع المصادقه عليها كان في ماي اللي فات. ماي اللي فات حتى توا ما خديناش الوقت الكافي، المشكله مش يعني هو مش نقد الحقيقه للميزانيه، الميزانيه فيها مشاكل، موقعش صرف منها كان جزء معين مش الجزء الكل نتاع الميزانيه، مش الاجزاء الكل، النسق نتاعها ممكن ماهوش بالسرعه اللي تستحقها، وبرغم ذاك عملنا ما يفوق 70,000 مواطن شغل، ونحب نذكر هنا في علاقه بمواطن الشغل اللي وقع احداثها في الفتره هذه ما هيش في علاقه بالوظيفه العموميه وما هيش الريكوبيرابل، يعني ما هيش الوظائف اللي وقع فقدانها وجات، فما مشاكل في الميزانيه، الواقعيه اللي نقصدوا بها انه حاجات تحسها الناس، نعرفوا خاصه في الجهات الداخليه في سيدي بوزيد قصرين، قفصه وين عملنا المجلس الوطني واصرينا انه نعملوا المجلس الوطني في قفصه باش يكون قريب للمناطق هذه الداخليه، وين بدات الثوره؟ وين فما اكثر مشاكل اجتماعيه في البلاد؟ غاديك نحبوا الناس في المناطق هذيك تحس اللي فما مشاريع تعملت قاعده مشاريع قاعده تتقدم، هذايا مازال مش موجود وهذايا يلزم نعملوه في اقرب وقت ممكن، وايضا حتى حول الموضوع هذايا في نقاشاتنا السابقه داخل الترويكا فما تقريبا تقاطع بيناتنا حول الموضوع هذايا. واضح، لكن بالعوده على سؤال كنزه طارق الكحلاوي، كيف نقولوا انتقاد البرنامج الحكومي تحبوا برنامج حكومي اكثر عمليه، كيف نقولوا تحديد الخط السياسي للحزب عندكم في السي بي ار كواحده من النقاط، يعني كانه النقاط هذه جديده، يعني السي بي ار ما عندوش خط سياسي اليوم، قعدتوا تستناو في المجلس الثاني هذا الوطني الثاني، كيفاش خذيت جدول الاعمال؟ هذه هي النقاط الموجوده اللي لقيتها في جدول الاعمال. جدول الاعمال بالضبط النقطه اللي فيه، وانا يعني شاركت في صياغه جدول الاعمال، جدول الاعمال النقطه اللي فيه بالضبط المصادقه على اللائحه السياسيه، اللائحه السياسيه ديجا في المؤتمر اللي فات تعرف كل مؤتمر كل مؤتمر يصير تحيين للائحه السياسيه والخط السياسي للحزب. المؤتمر الاخراني اللي عملناه في اوت عملنا فيه لائحه سياسيه ناقشناها بشكل ديمقراطي صارت عليها ملاحظات، عملنا تعديل للائحه السياسيه هذيك مع التنقيحات اللي تحيين ومش تحديد بالضبط بالضبط، ماهوش باش نخلقوا لائحه سياسيه جديده. واضح زين سي كحلاوي، عمليا نبغوا نعرفوا شنو الاقتراحات اللي عمليا انتم كتقترحوها في التغييرات اللي كتطالبوا بها في عمل الحكومه. في عمل الحكومه يعني بالنسبه لنا عمل الحكومه كيف ما قلت مساله انه خاصه في برامج التنميه نحب بالحق يعني فما نحبوا نعمقوا النقاش في علاقه بشنية الاشياء، تو فما نقاش حول مساله ميزانيه 2013 مثلا، دخلنا حتى داخل الترويكا فما نقاش حول فما مشروع تقدم عملنا عليه ملاحظات وقاعدين نقدموا في النقاش حوله، واهم نقطه بالنسبه لنا هو انه فما مشاريع لازم تسرع باكثر وقت في علاقه بالتنميه وخاصه في المناطق الداخليه، مشاريع التنميه المباشره اللي تعمل تشغيل يعني خاصه في القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي، هذه هي المسائل اللي تهمنا نحن بشكل خاص، ونحب الناس تبدا تشوف الثمره نتاع الديمقراطيه، خاطر هنا نشوف شنو هي المشكله، ما نحبوش الناس تحس اللي باهي عملنا لكم ديمقراطيه لكن اي شنو تاثير هذا على التنميه وعلى وضع الاقتصادي، ما نحبوش الناس خلينا نقولوها تفد او تتقلق من الديمقراطيه، شنو نعملوا بها الديمقراطيه ما توكلناش الخبز، لا نحب نوريو الناس اللي الديمقراطيه مرتبطه بالوضع الاقتصادي والاجتماعي نتاع الناس، انه الديمقراطيه تفيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي نتاع الناس، وهذايا يلزموا خطط عمليه معناتها واضحه، لكن هي مساله سياسيه في الاساس، ونحن في اطار الترويكا قاعدين ندفعوا في اتجاه انه باش نعملوا بالمناسبه لجنه اقتصاديه هي توجدت قبل لجنه ترويكا اقتصاديه مسمينها نحن باش تتعاود تجتمع المده هذه، ديجا عملت اجتماع توا الاسبوع التالي في علاقه بالميزانيه 2013، راي خير من رايين ثلاثه اراء تنسيق خير من راي، اللجان نتاع التنسيق اللي عملتوهم ربما لجنه التنسيق اللي موجوده بين اعضاء ترويكا او التنسيقيه، عندي حساسيه من كلمه لجنه التنسيق التنسيقيه في الترويكا والتنسيقيه الاقتصاديه هذه بتاخذ بلاصه الوزراء اللي في نهايه المطاف، شو اللي يخدم التنسيقيه في بلاصه الحكومه، اذا كان صار خطا بالنسبه لنا في الترويكا فهو في النقطة هذه بالذات. أيوة. تعرف البرة الائتلافات الحكومية ما تتمش بطريقة أنه الأحزاب تلف تعين وزراء وتقعد بعيدة من تالي، لا. الائتلافات في العادة كيفاش؟ أنه تبدأ فما لجنة مشتركة اللي هي تمثلك الائتلاف الحاكم هذاك، اللجنة هذيك المشتركة تحسم الملفات العامة والسياسات العامة للدولة، تو ميزانية 2013 مثلا ماهيش تفصيلية، يعني طبعا وزير المالية مسؤول عليها، وزير المالية بالنيابة الموجود الآن مسؤول عليها، واللي نحن بالمناسبة شيء من الأشياء اللي باش ندفعوا فيه أنه تسريع سد الشغور في علاقة بالإصلاح الداري الإداري والمالية، أنه المسألة هذه بالذات ماهيش في علاقة بوزير أو إداري أو بيروقراط، لا، المسألة هذه مسألة سياسية، وتحدد تحدد أطراف الحكم لكن الكل. طبعا بالتشاور مع الخبراء
يقراوا الناس. انت قلت كونك ما تحبش تسمي طارق الكحلاوي الوزارات المعنيه ولا اللي طالبوا ربما بتغييرها، لكن الامين العام لحزبكم صرح بهذا علنا وقال وزاره الشؤون الخارجيه مثلا كنزه من الوزارات المعنيه. وي الوغ جوستومون وشنو هو المشكل اللي عندكم مع وزاره الخارجيه مع سياسه رفيق عبد السلام؟ كنزه نجمو نتناقشوا في الموضوع هذا، كنت تحب بعد على قهوه مانيش نتناقشوا فيه لهنا على خاطر باش نقولوا مسبباتنا والاسباب نتاعنا في اطار تنسيقي التركي. هو طبعا قلنا مش في علاقه، مانيش نتحدث على الوزاره هي عليه معناه طارق الكحلاوي التونسي ما ينجمش يعرف اليوم السي بي ار مطالب التونسي يتبدل وزاره الخارجيه، لكن تقول لي ما نعطيكمش الاسباب. لا لا ينجم يعرف بعد ما نتفقوا نحن وبعد ما نعرضوها، واذا كان اختلفنا باش نقولوا للناس راهو طرحنا الموضوع هذا والاسباب هذه وقع رفض الموضوع، وإذا كان اتفقنا فهو اتفقنا. فما مسائل تعرف أن السياسة فيها مستويات، فما مستوى الغرف المغلقة، فما مستوى حميمي معين، ثم مستوى إعلامي. مستوى الإعلامي عنده درجة متاعه طبعا من المعلومات النجم نقولوا أوكا كارتا معناها خوفتوا حلفائكم راهو إذا كان ما تمشيوش معانا رانا باش نفضحوا الحكاية إعلاميا، أما إذا كانكم ماشيين معانا أنا ساكتي. لا حلفائنا يعرفونا مليح اللي ما نلعبوش كوارد كيف الحكاية. خلينا نرجع ساعة قبل هذايا، هو بالمناسبة بعض الوزارات اللي باش نطرحوها بالمناسبة مطروحة للنقاش، طرحت للنقاش مش منا نحن ساعة قبل، طرحت قبل من أطراف أخرى، ثم مطروحة ممكن حتى داخل بعض الأحزاب هذه، وما نحبوش الحقيقة نركزوا على وزارة بعينها. نرجع لأصل الموضوع، هو باكج كامل نحن طرحينه على الترويك، باكج فيه برشا نقاط. نحب نجبد نقطة أخرى ربما وقع تجاوزها وموجودة حتى في البيان السياسي العام، اللي هي مسألة هيئة القضاة. هيئة القضاة تو نرجعوا لها، طارق الكحلاوي هيئة القضاة وملف المحاسبة شوي آخر، لكن هات نمشيو معاك كنزة في الروفو دو بريس كوتيديان نتاعنا. نبداو بالجزائر، الحكومة بدات تهتم بالأغنياء المرفهين كما نقولوا في الجزائر، اللي عندهم ثروات كبيرة على جال التهرب الضريبي لا فخوت فيسكال. الموضوع موجود على أون تاع لو كوتيديان ليبرتي، أون بريغاد بور تراكي لي غروس فورتون، كتبت اليوم جريدة ليبرتي. جهته لو كوتيديان دوران يكتب ان بهذه الاجراءات الجديده لوزاره الماليه لي سين اكستيريور دو ريشيس سورون سورفيي. في المغرب صحيفه ليبراسيون تهتم بديون المغرب تجاه المستشفيات الفرنسيه الباريسيه بلوز اكزاكتومون. لو ماروك دوا 10 مليون دورو زوبيتو باريزيان. المغرب هو وراء الجزائر، الجزائر يعني عندها 20 مليون اورو تاع الديون مع المستشفيات الفرنسيه. في تونس جريده لابريس عملت لا اون ديالها على استهلاك المخدرات في المدارس، ظاهرة اللي خدات حجم كبير. كود سكري 6 جوان مكتوب على لا اون تاع لابريس. لابريس تخبرنا باللي يتم تزويد التلاميذ بالمخدرات داخل مؤسسات التربوية. نكملوا بالصباح الأسبوعي اللي تكشف أن اسم حركة النهضة من اقتراح بن علي لطمس صفتها الإسلامية، وغنوشي وافق حسب تصريح لحبيب الأسود قيادي سابق في حركة الاتجاه الاسلامي. ولا حمزه شكرا لك كنزه، يعطيك الصحه. مواصلين معك طارق الكحلاوي شوي اخر، لكن ماشيين للمغرب. قال لك يا سيدي عملوا دراسه، اول دراسه عربيه اسلاميه شنو تناولت؟ تناولت موضوع حقيقه الموت اكلينيكيا. نعم شنو رايك طارق؟ وهذا موضوع يعني انا كنت نعيش البرات بالتحديد في الولايات المتحده، وتعرفوا الولايات المتحده بالتحديد ما هذا الموضوع كيف الاعدام كيف مواضيع اخرى من الناحيه الاخلاقيه وحتى الدينيه طرح عندهم مشكل كبير. وطبيعي انا نتصور حتى في بلداننا باش يطرح مشكل، لكن فما يظهر لي فتاوى نحن في البلدان الاسلاميه حول الموضوع هذا بالذات. هذا موضوع مهم جوستومون. هات شوفوا مالا مع بعضنا تقرير هنا القسومي من مكتب نسمه في المغرب. ولا نعود. مرحبا بك حمزه، مرحبا بكل ناس نسمع. اليوم غادي نتكلموا على واحد المساله اللي ربما هي الاولى من نوعها في بلد عربي اسلامي، واللي هي تجربه الاقتراب من الموت. هذه المساله هذه مؤخرا اصبحت موضوع مجموعه من الابحاث اللي دارت في العالم كله. اليوم حضر معنا الدكتور محمد كريم جوا اللي غيقربنا اكثر من هذا او يشرح لنا شنو هي التجربه ديال الاقتراب من الموت. مرحبا بك دكتور. شكرا. طيب نبغيو يعني نعرفوا يعني شنو هي هذه التجربه الاقتراب من الموت وعلاش كتعمل؟ فأول حاجة تجربة الاقتراب من الموت تبقى تجربة فردية متميزة عمر الإنسان ما شافتها قبل. التجربة تتمثل في أنه الإنسان في واحد الفترة من الزمان سواء أنه كان في إنعاش أو في حالة كان تحت الجراحة عنده واحد التوقف ديال أعضاء القلب أو الجهاز العصبي ديالو تتوقف نهائيا. هذا التوقف ربما في العملية يكون لمدة دقيقة أو دقيقتين. طيب غالبا ما كنشوفوا التجارب هذه كدار في دول هي اجنبيه، طيب علاش كتشوف انها ربما في الدول العربيه الاسلاميه مازال ما كايناش بزاف هذه المساله هذه؟ حقيقه هذا هو السؤال اللي تطرح عليا في الاول، وانا طرحته على نفسي، علاش غنهضروا على هذا الموضوع؟ جاتنا ناس
تعاودوا القصة ديالتهم، ولكن تعاودوا من لمن؟ الطبيب ولا شي وحده ديجا عاش القصة ديالها، ولكن ما تيقدش يعاودها لباه ولا لمو ولا الأقرباء ديالو. علاش؟ لأن المشكلة اللي عندنا حنايا سكن المجتمع ديالنا تيحكم وعايشين في واحد الطابوهات. شكرا لكم وتبارك الله عليكم. طيب حمزة، على ذكر يعني الناس اللي عاشوا هذه التجربة هذه، معنا سيدة اللي عاشت تجربة الاقتراب من الموت اللي غناديو عليها مدام لطيفة. مرحبا بك معنا لالا. طيب انت من بين الناس يعني اللي عاشوا التجربه ديال الاقتراب من الموت، طيب احكي لنا شويه على هذه التجربه هذه. تنشوف راسي في واحد البلاصه ضيقه في التراب، بلاصه ضيقه في التراب احمر حمري نقي، وتنشوف بحال خرجت انا من ذاتي، وتنشوف راسي لابسه كل شيء بيض، وجهي هو اللي تيبان، ونعسه تنتنى ما عرفتش شي شويه تيبان لي باب العود، باب تصاوب هكاك في هذيك البلاصه فين كنت انا فيها في التراب، تصاوب باب العود، تحل الباب، بانوا جوج سميتو جوج ثلاثه الدروج، بان واحد الراجل، قبط اللوبه ديال الباب بواحد اليد وهز شويه من جلايلو باش هبط في الدرجه الثانيه وتقابل معايا، ومني تقابل معايا تنشوف، ما تنشوفش وجهه، تنشوف النور، وهذيك النور كاع بحال غطاتني، بحال دخلت فيا، وحسيت بشي اطمئنان، بشي براحة، بشي حب، زعما كاين هذاك الشيء ما نقدرش نعبر عليه. ما طيب هادشي حسيتيه فساتها؟ فساتها هاد سميتو وهضر معايا وجاوبته، وفقت ملي فقت بليكو ديال الحلق ديالي، عي هذيك الهضره اللي قال لي باش جاوبته ما بقيتش عاقل عليها. طيب ما بعد هاد التجربه هذه؟ ما بعد هاد التجربه الواحد تيتبدل، تغيرت. بس تغيرت، ولات ما بقاش هذاك، ما عنديش هذاك الحقد، ما عنديش هذاك الحسد، تنبغي نعمل الخير، تنبغي زعما كاين بزاف الاشياء اللي تغيرت، اكثريه نعاون نساعد، ما زعما كاين، وهذا الشيء دائما تنعيشو، دائما تنشوف ديك دائما، وهذاك الشيء تنحس به انا في الداخل ديالي. نقولوا فاتك تجربه، فاتني التجربه. نعم. شكرا لك مدام لطيفه. اذا حمزه كانت هذه من بين الناس اللي عاشوا التجربه ديال الاقتراب من الموت. موعد بكم ان شاء الله غادي يجدد الاسبوع المقبل باذن الله، الى اللقاء. شكرا لك هنا يا قسم. شيء غريب، تجربه غريبه وعجيبه، شيء غريب ربما كما الوضعيه اللي تعيشها تونسير من مشكلة المشكلة. باش يكونوا معانا بعد الفاصل كريم اللومي من نقابة الطيارين في الخطوط التونسية يعطينا كل التفاصيل. أنا راجعين. الطيارين في تونسير، مساء الخير سي اللومي. مساء الخير. لكن قبل ما نحكي في المواضيع بتفاصيله نحط الموضوع في إطاره مع تقرير طارق الخضراوي. لمدة 64 سنة حلقت طائرات الخطوط التونسية من بلاد لبلاد ومن قارة لقارة، وهو الشيء اللي خلاها محل إعجاب وانبهار من منافسيها، وكانت هي الأولى في إفريقيا. لكن اليوم وخلال العشرية الأخيرة تغيرت الوضعية، وعاشت التونسير أزمات عديدة وكثيرة، وين انقرها الفساد وتمصها الاستبداد. وبعد مرور قرابة العامين عن ثورة 14 جانفي، أعوان الخطوط التونسية إرادوا يا حكومة يا وقتية، التونسير مشهدية، التونسير حرة حرة والقطرية على برة، وذلك في الوقفة الاحتجاجية اللي نظموها أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل. المحتجين أكدوا على أن الخطوط التونسية مهددة بالإفلاس والاندثار في المجال الجوي في صورة ما تدخل الخطوط القطرية بسبب عدم تكافؤ القوى بين الزوز شركات. الوقفة الاحتجاجية اللي نفذها عدد من أعوان الطيران المدني ونقابات شركة الخطوط التونسية نددت زادة بسياسة الحكومة تجاه مؤسساتهم، وأكدت على أنه استغلال المطارات والأجواء التونسية في إطار الحرية الخامسة باش يضر بالمصلحة الوطنية باعتبار الأهمية الكبيرة للخطوط التونسية في اقتصاد البلاد. أون بليس طالب عدد من النقابيين بضرورة مساءلة وزير النقل عبد الكريم الهاروني بخصوص ما أسماه البعض إباحة المجال الجوي التونسي لشركات أجنبية، كما طالبوا زادة تكوين لجنة وطنية لدراسة سلبيات وإيجابيات قرار التفويت، خاصة وأن النقل الجوي يساهم ب 2.5% من اقتصاد البلاد مالغري العجز اللي تعاني منه الشركة واللي يبلغ 162 مليار.
Dans le même contexte, 54 000 عامل في قطاع النقل الجوي والبري والبحري يحملوا بداية من اليوم الشارة الحمراء احتجاجا على غياب الحوار بين وزارة النقل ونقابات القطاع سورتو في عدة ملفات يتم التخطيط لها في النقل البري البحري والجوي برشا مشاكل في القطاع وبرشا مشاكل في تونسير واخرها اخرها زين بدا من الحريه الخامسه جوستمون. وي حمزه مشو اللومي ماذا بينا تشرح لنا سكو سافو ديغ الحريه الخامسه للطيران. الحريه الخامسه هي البوسيبيليتي للناقل اخر من الخطوط التونسيه باش يجي لتونس كما نقولوا مطار تونس كارتاج ويخدم اي خط تخدم فيه توا في الوقت الحاضر الخطوط التونسيه. وهذا نعتبروه خطر على خاطر نحن عندنا ناقل وطني والحريه الخامسه هذه عملتها وقتها الوسي هذه لورغانيزاسيون انترناسيونال دو لافياسيون سيفيل للبلدان اللي ما عندهمش ناقل وطني يعني باش يجي ناقل اخر يخدم في بلادهم ويهز لهم رجال الاعمال ومسافرين وكل شيء. في الوقت الحاضر هذه خطر كبير ياسر للخطوط التونسيه. والحريه الخامسه تعطات للخطوط القطريه حتى انه الشيء وصول بالبعض يقولوا هذه خطه على المدى البعيد لبيع تونسير ولا تفريط فيها للخطوط القطريه، فما منه الكلام هذا سي نومي؟ فما منه الكلام هذا على خاطر توا كل شيء يدل اللي فما ضغط على الخطوط التونسيه من الاطراف الكل معناتها من طرف ديوان الطيران المدني من الوزاره من القدره التنافسيه نتاعها معناتها تو في الوقت الحاضر اللي انكابابل عندها زوز طيارات رئاسيه لتو اللي تبيعوا اللي هما براتيكمون 300 مليار راقدين فهمني وهذوما الكل قاعده تحمل فيهم الخطوط التونسيه وقاعده تقاسي تو عندها سنين من المشاكل هذوما واليوم في بالنا الحكومه باش توقف معها كناقل وطني وباش نجموا نستثمروا ونجموا ننافسوا كما القطريه كما فرنسا كما الشركات الموجوده الكل. شكون يعني يهدد تونسير يعني الحريه الخامسه او الشركه القطريه؟ لا الحريه الخامسه، الحريه الخامسه هي مبدا هي تو جات في يد القطريه خاطر تو القطريه يسميوها في الدومين ايرونوتيك هي الاماراتيه لو غولو كومبريسور فهمني معناتها سي عندهم كاباسيتي دو ديفلوبمون قويه ياسر معناتها سي قاعدين يشريو في بليزيوغ بيي اكزاكتومون قاعدين يشريو في بليزيوغ بيي وياخذوا في الحريه الخامسه في بليزيوغ بيي فوالا مشكل خاصه مع هذه الشركه اللي كما قلت غولو كومبريسور مش الشركه هذه بالذات معناتها حتى الاماراتيه عندها الحريه الخامسه راهو اليوم الوزير ما حكيش عليها اما عندها الاماراتيه وداير توا ما فهمناش علاش ما عطاش الاماراتيه وعطاش وعطاها القطريه فهمني وبرشا بلدان طالبين الحريه الخامسه في تونس كما السعوديه كما الاردنيه كما ولكن الحكومه القديمه معناتها قالت لهم لا فيهم بلوكاج معناتها قالت لهم اني با كيستيون باش نعطيكم الحريه الخامسه سوف سي ان ايشونج فيتال اليوم ليشونج فيتال هو الوزير يشوفه كفيتال اللي باش الخطوط التونسيه تمشي تخدم الدوحه وتعمل لا ميم شوز ولكن سي ني با بوسيبل اليوم المنافسه في الدوحه هي عندهم من كاباسيتي بروتكسيونيست قويه ياسر هذيك اون بو با ديفلوبي دي ليني من الدوحه كيما بانكوك ولا حاجه اليوم تونسير سي لا ديغنيغ كومباني اللي باش يطيروا فيها من الدوحه يمكن بلوتار ان شاء الله نتمناو فهمني كان غدوة الحكومه توقف معنا ونوليو كيما القطريه يا خويا علاش لا واضح لكن يعني اليوم عمال تونسير ما يحبوا حد ينافسهم سي كريم اللومي سيفاكس ايلاينز عملتوا معها نفس المشكله تقريبا وقلتوا تهدد تونسير اليوم القطريه تهدد تونسير لوبن سكاي قلتوا يهدد تونسير ما تحبوش المنافسه في تونسير لا لا با دو تو نحبوا المنافسه او كونتخيغ المنافسه حاجه باهيه ياسر تونسير واي شركه تاع نقل جوي ولا اي شركه اخرى تبقى اللي نحن كنقابات عندنا قرابه اربع سنين يمكن تو حتى من قبل الثوره ونحن طالبين خاطر البروجي نتاع الاوبن سكاي راهو جي اون 2009 سي ني با نوفو لو بروجي اوبن سكاي جي اون 2009 ولكن الحكومه القديمه ومدير الطيران المدني القديم وقفوا في حد وقال الا ما ريغلو تونيسير دابور باش نجموا ننافسوا دونك لو بروجي طويل ياسر اي طويل ياسر معناتها كانوا ديجا كنا توا ديجا اون اوبن سكاي
فهمني التواليس على خاطر برشا ضغوطات وعلى خاطر بتاتر ديزانتيغي قولي عنا حتى أخبار أخرى كنزة في حكاية لوبين سكاي لوبين سكاي انطلق تفكير فيه في 2008 وكان منتظر أن يتم في 2010 ولا راني غلطة يعني حبسني ومن بعد تم التأجيل ثم التعليق نهائيا بسببكم انتوما رغم أنه فيه نتائج إيجابية للسياحة يعني فيه صحيح نتائج إيجابية للسياحة ولكن اليوم مشكل السياحة مهوش لوبين سكاي مشكل السياحة هو البرودوي تاع السياحة لوبين سكاي على خاطر ثابت أنه البلدان اللي استعملت لوبين سكاي تزيد في عدد السياح ب 20-30% صحيح ولكن مش السياح سي با لا كاليتي الباهية نتاع السياح كاليتي اللي تجيك تاخذ تشكرة ب 10 يورو وش تمشي سفرك وين في تونس ما تشريكش حتى دابو زمان دونك هذا هو دابور اللي كان نشوفوا البرودوي توريستيك قبل واللوبين سكاي راهو فيه حاجة باهية وحاجة مخترة باش نحكي لكم حاجة مخترة حاجة مخترة اللي اليوم لوبين سكاي كان نحلوه ما غير دراسات ينجم يكون ان دونجي للسلامة نتاع الطيران اش معناتها خاطر تو شركة باش تبيع لك تسعيرة رخيصة مو باش تنقص في الـ في الـ في الليكو نتاعها معناتها في الليكو دو مانتنونس في الليكو دو فورماسيون في اللي فوالا باش تاخذ دي بيلوت بوتيتر مال فورمي دونك هذا الكل معناتها سا دو تيتر بيان ايتيدي هذاك علاش نحن معناتها الصحافه تعتبر ولا الحكومه تعتبر اللي نحن ما نحبوش لوبين سكاي او كونتخير نحبوا لوبين سكاي ولكن لازم تكون مدروسه تو التجربه اللي صارت في المغرب سامحوني سيتي ان كاتاستروف بور لا غام La compagnie marocaine a perdu beaucoup d'argent à cause de l'Open Sky. Ottawa, elle est dans l'obligation de restructurer et de revoir son. ولكن انا اليوم نبغى نعرف قلتوا بلي انتم تونس كتقبل المنافسه وتبغي الأوبن سكاي اذا كانت مدروسه نبغى نعرف بالضبط مناش خايفين انتم. لا خايفين اول حاجه لازمنا ان بلان دو ريستركتوراسيون اليوم منافسه وي. لازمنا دابور لازم عندنا القدره باش ننافسوا معناتها خاطر عندنا برودوي راه تونيسير عندها خبره كبيره ياسر تونيسير ايت اون غروند كومباني راه اللي العباد ما يعرفوش تونيسير ايت اون غروند كومباني ولو موند انتي لو دي عندنا قدره على ننافسوا شوفوا كريم اللومي هالغروند كومباني اون شيف خاطرها سيت اون غروند كومباني ما زاد عندها مشاكل كبيره على كبرها هي عندها مشاكل كبيره اعطينا تونيسير اون شيف تونيسير اون شيف يعطينا تقريبا الارقام اللي قاعدين تشوفوا فيها معناتها 32 طياره أكثر من 8000 عامل أكثر شوية من اللي قاعدين نشوفوا فيه مش 3800 أكثر من 8000 عامل 157 مليون دينار خسائر في 2011 وصحيح كونه من المنتظر نقل 3.8 مليون مسافر في 2012 لكن كريم اللومي التوندونس اكتوال لمجابهة المشاكل هذه الكل هي ربما شركات اللي تتحالف مع بعضها وشركات طيران اللي تتحالف مع بعضها المثال كالام اير فرانس وغيره هل هذا من الحاجات اللي ربما تونيسير انتم تناديوا انه تمشي فيه اليوم هذا البرنامج مطروح عنده توا يمكن 5 سنوات واجب على تونيسير اليوم باش تدخل في اليانس مع خاطر الشركات 30 طياره توا في الوقت الحالي بالقطريه والاماراتيه واحد الغولو كومبريسور هذا ما عندهمش اكزيستونس في لو موند ايرونوتيك كان اليوم ما نعملوش اليانس وما نعملوش ريستركتوراسيون واضحه وكلير في المصلحه الوطنيه اليوم ما ناش باش نخلطوا للمنافسه دونك نشوفوها الاليانس هذه مع اي شركه والله فما دي بارتنير هيستوريك كيما فرانس فما دي بارتنير انتريسي كيما لفتنزا فما اليوم كان فما ريستركتوراسيون يظهر لي العباد الكل تجي ودايور علاش القطريه والاماراتيه والعباد الكل تحب تجي لتونس باش تخدم تونس على خاطر تونس هي ان بوان استراتيجيك عندها قدره باش ديفلوب ان ترافيك انورم في تونس ودايور عندنا مطارات اللازمه وعندنا الامكانيات اللازمه لازمنا جوج نحسنوهم كريم اللومي اليوم تعتبروا اللي الدوله كانت جزء في المشاكل اللي تعاني منها تونسير اليوم الدولة كلها لا ما عندنا سلطة الإشراف هي المسؤولة على الموضوع على السيتواسيون هذه خاطر توا ملي صارت الثورة نحن نتفاوضوا مع السيد الوزير والمستشارين نتاعو ونكتبوا رسائل ونحكيوا على السلامة نتاع الطيران ونحكيوا على 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 مستقبل تونسير وكل شيء ولكن ما ثماش رد فهمني توا اللغة نحن عملنا هكا وما ثماش تراجع هذا مش مقبول خاطر كل شيء اتفقنا عليه من الاول من بعد الثوره كي تقبلنا اتفقنا اللي بتصير استشاره ما دام الامر صعب ياسر معناتها بتصير استشاره ونجموا ننسقوا مع بعضنا واليوم النقابات ما همش طالبين حتى شيء
طالبين ديمومة شركة الخطوط التونسية. هذوك من الطالبين. ممتاز. طارق الكحلاوي عضو المكتب السياسي للمؤتمر من أجل الجمهورية، رأيك في المشاكل اللي تمر بهم ربما التونسير، وبعض يتحدث حتى على أنها شركة في طور الانقراض يعني عن قريب، شنو رأيك؟ هو مشكل متشعب، يعني هو داير هذه موضوع من المواضيع المتعلقة بالسياسات العامة للدولة، واللي ممكن ندفع في اتجاه نقاش حولها داخل تنسيقية الترويكا. هذا موضوع عنده علاقة بالعلاقة بالاتحاد الأوروبي، هذا هو الموضوع في الأساس. أيوة. يعني هو يظهر كأنه موضوع عنده علاقة بتونسيا، ما هي مسألة الشريك المتقدم والشراكة مع الاتحاد الأوروبي وغيرها. نتفهم طبعا موقف السلومي، شركة طبيعي أنه يعني من الضروري الشركة باش تدافع على نفسها، ونحن نحب تكون عندنا شركة خطوط تونسية قوية. الوضع اللي موجود عليه توا طبعا سلطة الأشراف، كي يقول سلومي الوضع متاع تونسيا توا مسؤول عليه سلطة الأشراف، طبعا ما يقصدش الوضع الكله بما فيه العجز هذاك وغيره وغيره، من غير ماني باش ندخل ندافع على وضعية أو سلطة الأشراف الحالية. طبعا سلطة وضعية تونسيا على مدى السنوات تعرضت لاستنزاف من العصابة اللي كانت موجودة في السلطة، واللي كانت يعني شركات موجودة فيها كانت تستنزف فيها وتفك لها في الماركتس نتاعها، في المارشيات نتاعها وفي المجال نتاعها، وحتى ساعات حتى في شكون يمولها بالماكلة والى اخره، يعني مست لها كل شيء طبعا العصابة اللي كانت في السلطة. ونتصور طبعا هو يقصد الوضع الحالي، يقصد توا المشكلة الحالية، ما يقصد وضع التونسير بشكل عام. مسألة الاليونس هنا، خلينا نبدا المشكلة من النقطة هذه. مسألة ليزاليونس، قال توا سلومي انه الاليونس يحب يعمل مع الاير فرانس. الاير فرانس عامله توا اليونس ودخلت حتى قطر ايرويز في الكابيتال نتاع اير فرانس. يعني صحيح تمشي تنجم تلقى قطر ايرويز، اما انا خليني نخمم بطريقه اخرى. المشكله هنا مش في قطر ايرويز، انا يظهر لي فما ناس، وممكن طبعا النقابه نزهها على الموضوع هذا بما فيها سلومي، فما ناس تعمل في السياسه تحب تركز على قطر لاسباب سياسيه تعرفها انت ونعرفها انا جيدا. قطر ايرويز شركه كبيره في العالم، انا مره مشيت يعني في امريكا وعندي اصدقاء يسافروا حتى في امريكا اللاتينيه يقولوا لي موجوده حتى غاديك في خطوط داخليه، يعني ما هي الشركه معناها. لكن السؤال هو، وهو لا محاله الوزير جاوب، ما نعرفش انتم اكيد فما حوارات داخل، مانيش ندخل في تفاصيلها. قالت انه هذه اتفاقيه قديمه تعود لعشر سنوات، وانه قطر ايرويز مش بتخدم على خطوط تخدم عليها تونسير. طبعا اكيد انا كنت نتمنى حد من وزاره النقل موجود لهنا باش يعدل الكفه ويوري وجهه نظر وزاره النقل، لكن انا نتفق مع موقف النقابه، واللي انا متاكد حتى وزير النقل متفق حولها، انه نحن حتى حد محب خطوط التونسية الجوية تنقرض. انا في بالي انه اهم نقطة اذا بنخموا فيها هي استراتيجية قادمة، ونرجع مسألة الدراسات، مسألة الخطوط التونسية الجوية وخاصة امتدادها في إفريقيا، هذه النقطة الرئيسية. أنا يظهر لي مراش أفاق التطور خطوط التونسية الجوية خارج الامتداد الإفريقي. ولهنا نرجع رويال ماروك، رويال ماروك ما نتصورش فيها مشاكل للدرجة هذه، أنا بالعكس يظهر لي الشريكة ممكن اللي فيها تطورت نوعا ما في المنطقة نتاعنا نتاع شمال إفريقيا، وصار فيها إعادة هيكلة والى آخره، وفي نفس الوقت موجودة أيضا فيها أوبن سكايز، هي الخطوط المغربية اللي امتدت في إفريقيا. وعندك اتفاق الكحلاوي مع البي دي جي نتاع تونسير، لانه اعلن في الخطه نتاعو تو ناخذوا فيها راي سلومي شوي اخر، على تطوير خطوط جديده لتونسير في اتجاه افريقيا. يعني رجع لك سي كريم اللومي، رجع لك سي طارق الكحلاوي، لكن قبل ماشيين مع عناوين اخبار الثمانيه غير بوا مع الياس الغربي. الياس مساء الخير. مرحبا بك حمزه، بدايه اسبوع موفقه للجميع. اليوم نحكيو على التاخير في وسائل النقل، التاخير اكبر مشكله بين المواطن ووسائل النقل. انطلاق اضراب شركه النقل الحضري والجهوي توس في ولايه بن عروس، شباب مسكن يغلقوا من جديد الطريقه الوطنيه رقم 12 رابطه بين تونس وسوسه، وقفه احتجاجيه في مقر المندوبيه الجهويه للتربيه بالكاف احتجاجا على نتائج مناظره انتداب المعلمين، والفرقه المركزيه لمكافحه المخدرات التابعه للحرس الوطني للوردية تحجز كمية كبيرة من المخدرات بمختلف أنواعها. حمزة شكرا لك. الياس تفاصيل معك بعد أربع دقائق بالضبط في أخبار الثمانية غير بوع على نسمة. رجع معك سي كريم اللومي العضو في نقابة الطيارين في الخطوط التونسية. قلنا برنامج إعادة الهيكلة أعلن عليه البي دي جي متاع تونسير، وفي خاصة تخفيض في عدد العمال والموظفين 15% من هنا الحدود في 2013، وفيه الخطوط الجديده اللي كان يحكي عليها الكحلاوي في افريقيا. شنو رايك في الخطوط العريضه للبرنامج؟ هو البرنامج نتاع الخطوط الجديده ما في باليش به، ما في بالناش به كنقابه. تبقى في البلان دو ستركتوراسيون فما ايفيكتيفمون برنامج نتاع بلان سوسيال يسميه. أيوة. هذيك لازمها تكون مدروسه الحكايه هذه، معناتها ما لازمناش ندخلوا في فوضى
فهمني وتطريد عباد وكل شيء خاطر ذولي الامر موش وقته باش نطردوا العباد لازم فما بلان سوسيال وذولي نقابات اليوم مستعده باش تحكي في البلان سوسيال هذايا فهمني باش تمنع الشركه من المازق هذايا وتنجم غدوه تنافس على روحها اي شركه ولا تدخل في اليونس في فرنسا انا قلت لك فرنسا قبيليك مي فرنسا كان قبل ما تروح الموضوع ولكن دو فما مواضيع اخرى ما تروحها فهمني صحيح قطر الرويز قاعده سانستال بارتو كما قلت لك سي ان غولو كومبريسور فهمني دونك نحن اليوم ماذا يمكن نعملوا اليونس مع قطر الرويز علاش لا والتعاون اليوم مع قطر الرويز ينجم يكون اترافير ان كوتشير معناتها نحن نبيعوا لهم كراسي وهم يبيعوا لنا كراسي هذاك اللي هذاك هو اللي الامكانيات مفتوحه الامكانيات مفتوحه ولكن التصرفات هذوما مع النقابات سورتو كي تتعاهد اللي انت باش تكون استشاره وتعاون رانا اليوم ماناش جايين نهلكوا في الخدمه جايين نحسنوا في الخدمه ونحسنوا في بلادنا ترى احنا عملنا ثوره وماذا بينا نكملوا في التحسن هذا دونك لوبجيكتيف سيكو اليوم توصل تونيسير فرد نيفو هي قطر الرويس واضح سي كريم اللومي فرد نيفو نتمنى واضح سي كريم اللومي ان شاء الله الساعه تخرج من مشاكلها مع التذكير ان الخطوط التونسيه اصدرت بيان بعد سلسله من الكلام اللي تقال على تونيسير في الايامات الاخرى نشوفوا بعض التفاصيل اللي جات في البيان هذايا تقول اداره الاتصال في الخطوط التونسيه الخطوط التونسيه تاسف بشده للمزاعم المسيئه بشكل واضح والسب العلني والتعدي على الخصوصيه وسمعه اداره الشركه عبر عدد من وسائل الاعلام من الواضح ان هذه الاتهامات باطله لا اساس لها من الصحه وناتجه عن خيال اصحابها الذين يسعون فقط لتشويه صوره الخطوط التونسيه وضرب النسيج الاجتماعي لموظفيها تكتب المديره المركزيه للعلاقات الخارجيه سلافه مقدم هل كلام سلافة فمقدم موجه للنقابات سي كريم اللومي لا لا مش موجه للنقابات فما اطراف اخرى قاعده تخدم ضد الخطوط التونسيه واضح كما قلت لك الضغوطات برشا على الخطوط التونسيه جوستومون والموضوع كبير والدوسي كبير يبقى نشكرك سي كريم اللومي العضو في نقابه الطيارين في الخطوط التونسيه شكر ليك سامحني سي طارق الكحلاوي ما بقاش الوقت باش نرجعوا لحكايه هيئه القضاء والمحاسبه شكرا ليك طارق الكحلاوي عضو المكتب السياسي المؤتمر من اجل الجمهوريه شكرا لكم انتم على متابعة الجزء الأول من ناس نسمة بطبيعة الحال بعد الأخبار ملتقانا في الجزء الثاني مع ليغينيول دي مغرب باش يكونوا 38 دقيقة وضيوفنا باش يكونوا المخرج التونسي سامي التليلي ودرة بوشوشة وحبيب عطية زوز منتجين توانسة كيف كيف ملتقانا بعد الأخبار